أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتاب حياة الصحابة؟ هذا من كتب التبليغيين اللي يهتمون بالفضائل فقط، فضائل الأعمال، ولا يهتمون بالعقيدة والتوحيد، يهتمون بفضائل الأعمال فقط، مذهب الصوفية. نعم، ما اهتموا بأن الصحابة جاهدوا في سبيل الله وذكروا جهادهم، ما اهتموا بأن الصحابة تعلموا التوحيد وأخلصوا العبادة، ما يهتمون بها، إنما يهتمون بالفضائل فقط. نعم.